انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، موضوع حلقتنا النهاردة يهم كل صديق أو صديقة مسيحية عايزين يعرفوا الحقيقة من إنسانة كانت منكم في يوم من الأيام عانت كتير في سبيل الأبدية وعرفت طريق الحق واتبعته، وما تريد لكم إلا الخير، فأسأل الله أن يهديكم للحق. وقبل ما ابدا الحلقه احب انوه لحضراتكم الاشتراك في القناه الاحتياطيه، وهسيب لحضراتكم الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو ان شاء الله. انتشر على السوشيال ميديا وعلى معظم القنوات التنصيريه خارج مصر خبر اختفاء الدكتوره سالي نسيم واتهام المسلمين باختطافها. وكعاده قنوات التنصير اللي عندهم مخطط لنشر الفتنه بين المسيحيين والمسلمين داخل مصر، لما اي فتاة او سيدة تعتنق الاسلام يطلعوا يقولوا انها اتخطفت وتم اجبارها على اعتناق الاسلام. فتعالوا نشوف نماذج من الكذب والتضليل الاعلامي الممنهج على قنواتهم. نسمع خطف 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 بنات على خطف مش بنات، على خطف رجالة، على سواء لطلب فدية او سواء البنات بتروح ما بترجعش، ويعلن بعد كده بقى ولا يتقال ان هي غيرت دينها او ما يسمعوش اهلها عنها حاجة، او يبقوا عارفين الطريق ليها وعارفين مين اللي خطفها، ومحدش يتعاون معاهم ولا يساعد معاهم ان يرجع لهم بنتهم. خطف واجبار واسلمت القبطيات الى اين؟ اهلا بيكم اصدقائي في حلقة جديدة مع مجدي خليل. النهاردة هنناقش موضوع خطف واسلمت البنات والسيدات القبطيات، من وراء هذه الجريمة الخطيرة؟ وده طبعا سيناريو مكرر وتحفظ وتعرف. فتاة أو سيدة تعتنق الإسلام، أهلها يعرفوا أنها أسلمت، يروح يبلغوا كاهن الكنيسة التابعين ليها، فتتعمل الاتصالات اللازمة للقيادات في الكنيسة للتواصل مع قنوات التنصير خارج مصر، وتتجهز الحملة الإعلامية المضللة لتوجيه الاتهام للمسلمين بخطف الفتاة أو السيدة. وده اللي حصل بالظبط مع حكاية الدكتورة سالي، واللي شرح قصتها الاخ معاذ عليان والاخ محمود داود. بنتكلم عن اخت اسلمت اسمها سالي نسيم، اسلمت هي من اسوان، اسلمت بتاريخ 22/5/2023، راحت الازهر بكامل قواها العقلية وهي مواليد 92، يعني مش قاصر ولا اي حاجة، وقالت انا عايزة اختار الاسلام، عايزة اختار التوحيد، عايزة اختار ان انا اعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. المسيحيين يسكتوا؟ لا، يطلع القساوسة القس أنتونيوس مجدي زكي يطلع يقول أصل الورق ده مزور، الورق ده اللي اتعرض، الورق ده عبارة عن إيه؟ شهادة بطاقتها قبل الإسلام وبعد الإسلام، يعني بطاقتها وهي مسيحية وبطاقتها وهي مسلمة، شهادة ميلادها اتغيرت بقت الديانة مسلمة، الخانة سالي الخانة الديانة مسلمة، كمان الفيش بتاعها وأوراق رسمية الطبيعي ان اي واحد بيعملها والكل عارف ان هو بيروح بمفرده عشان يعمل الورق ده، الا ان برضه مصرين لزرع الفتنة. فحكاية ان الدكتورة سالي اتخطفت كدبة كدبوها وصدقوها، واللي بينسف ادعاء اختطافها مكالمة والد الدكتورة سالي على احدى القنوات التنصيرية، واللي اكد فيها انه قعد معاها بالفعل في الغردقة، واكدت له انها مقتنعة باعتناقها للاسلام. معانا دلوقتي مرة أخرى الأستاذ نسيم حكيم والد سالي. حضرتك سمعني كويس دلوقتي؟ دلوقتي عايزين نطمن، هل لسه سالي على تواصل معاك ولا وقفت بعد حملة الموقع التواصل الاجتماعي؟
لا وقفت 4 أيام النهارده بس اتصل بيا. طيب طمنا بقى في الاتصال الجديد ده كان ايه الحوار والدنيا ماشيه ازاي؟ ما فيش حوار، هي كلمتين زي كده وخلاص وقفلت انا. طيب بالنسبة لل يعني للأمن الوطني هل برضو متابعين معاه؟ هل طلبتوا ان انتوا تقابلوها مرة تانية؟ انا فهمت ان حضرتك قابلتها صح؟ قابلتها مرة في الغردقة وبس. طيب لكن يعني كان في وجود كاهن او حاجة ولا حضرتك بس؟ لا 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 انا ومامتها واختها. يعني قابلتوها في الغردقة من بعد موضوع ان هي قالت لك انها اسلمت. بالظبط. طيب تمام. طيب لكن هي حضرتك لما قابلتها ما كانتش اتحجبت ولا حاجة؟ لابسة تحجيبة. لابسة كانت تحجيبة لان تقريبا الصور اللي انتشرت لها في بعض في الفيش والتشبيه ما كانش فيه حجاب، لكن في البطاقه وشهاده الاسلمه كان فيه حجاب. طيب وواضح ان حتى كتير جدا بغض النظر عن صحه الاوراق دي او عدم صحتها، يعني انه شكلها كان متغير في الصور لدرجه ان ناس كتير عشان كده قالوا دي مش هي يعني، وحضرتك كمان شفتها وان هي وده دليل على انها مش مخطوفه زي ما الكذابين بيقولوا ومصرين لزرع الفتنة وبيوهموا المسيحيين البسطاء بوجود حاجة اسمها خطف وأسلمة الفتيات والسيدات المسيحيات، بالرغم من اعتراف أعضاء المجمع المقدس إن مفيش حاجة اسمها خطف، وإن في أعداد كبيرة جدا بيشيروا إسلامهم، وإن مفيش حد يقدر يخطف قطة، فما بالنا بخطف إنسان. الكلام ده اتقال في مؤتمر تثبيت العقيدة واللي انعقد عام 2006. مرة تذكر يا أخوة من كم سنة في واحد هنا هايل جدا، ياك فين الكنيسه اللي هنا؟ فين الكهنه اللي هنا؟ وده ايه اللي حصل؟ قال البنت خطفت. طبعا انا لا اؤمن موضوع الاختطاف، ان الاختطاف الاخير تعرض ليسوع المسيح، لكن كنت تخطف دي ما تدخلش مخي، مفيش حد بيخطف حد دلوقتي. مفيش حد يقدر يخطف قطه دلوقتي. وما يخطف ان اجمه وزنها 60 70 80 كيلو مش ممكن يخطف، يخطف ازاي؟ لكن هي بتبقى عمليه ايه؟ بتداري حقيقه. لازم تعرفوا يا امهات يا اخوه هنا في القاهره يوميا يوميا زي ما قلنا في الاول احنا بنتكلم بنعمه ربنا عن خبره وخدمه مش كلام نظري. يوميا توجد عده حالات ارتداء، ده اللي بيصل الينا احنا في الامن الرئيسي. ومش عايز اقول لكم في بعض الايام توجد ارقام في يوم واحد لا تخطر على بال احد فيكم. وبيأكد الكلام ده الانبا غبريال اسقف بني سويف لما قال ان بقالي 25 سنه في الخدمه ما شفتش حد اتخطف. انا دي لي 25 سنه، احنا السنه دي اليوبيل الفضي، فدي لي 25 سنه، يعني بعد شهرين يبقى 25 سنه ما شفتش حد اتخطف، ما شفتش حد اتخطف، وقلت بدل المره مرارا وتكرارا ما شفتش حد اتخطف، لكن انا بثبت كلامي اللي قلته ادي لي 25 سنه ما حدش اتخطف. وقلت قبل كده ان اللي بيتخطف هو المخ والعقل والفكر، هو ده اللي بيتخطف، لكن الجسد ما بيتخطفش. طيب ممكن حد هنا يسال سؤال، طالما هم عارفين ان ما فيش اختطاف ليه بقى بيكرروا المسرحية الهزلية دي ويقولوا على أي واحدة بتعتنق الإسلام إنها مخطوفة؟ أقول لكم بقى أنا ليه. أولاً علشان يعملوا إرهاب لأي واحدة مجرد بس تفكر إنها تسيب المسرحية وتعتنق الإسلام. ثانياً علشان يكسبوا عطف العالم الخارجي ويثبتوا فكرة إنهم أقلية ومضطهدين وإن المسلمين إرهابيين وبيجبروا المسيحيات على اعتناق الإسلام. وهنروح بعيد ليه؟ أنا هو كمثال قدامكم حصل معايا نفس السيناريو اللي حصل مع الدكتورة سالي، ولكن صمودي وإصراري على فتحهم كان مفاجأة بالنسبة ليهم، لأنهم كانوا فاكرين إني هضعف وهرجع، لأن كل خطة كانوا بيعملوها علشان يرجعوني للمسيحية كانت بتفشل بفضل الله سبحانه وتعالى، بدءا من اختطافي بالدير وانتهاءا بمساومتي على أطفالي للضغط عليا وخضوعي ليهم. بدأت القصة إن اعتنقت الإسلام في فبراير 2019، وقلت عادي أعيش حياتي كأي إنسان عادي، وبدأت أتواصل مع أهلي وعرفوا بقصة إسلامي وقدروا أنهم يقنعوني أن أروح الكاتدرائية أشوف أولادي هناك وأرجع تاني،
للأسف تم اختطافي ووضعي في دير ببني سويف، واللي شرحت قصته كلها في أحد الفيديوهات بالقناة عندي، وقدرت بتوفيق من الله أني أهرب من الدير، وقررت برضو بعدها أعيش حياتي كمسلمة بعيدة عن المشاكل. واستمر الموضوع ده لغاية شهر يونيو 2019، لغاية ما اتفاجأت انهم تواصلوا مع واحد كده ملوش اي لازمة وعامل نفسه اعلامي وطلع على قناتهم التنصرية ويقول اني مخطوفة والمسلمين خطفني، والكلام ده كان بعد 4 شهور من اشهار اسلامي، يعني كانوا عارفين عني كل حاجة من ساعة اشهار اسلامي وخطفي في الدير، وبعد هروبي منهم طلعوا بكل بجاحة وتدليس يقول عليا مخطوفة. انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر فيلي، والكذب والتدليس ده خلاني أقرر أطلع على الميديا وأقول ليه تركت المسيحية. علشان كده طلعت أول مرة مع الأخ أحمد سليمان صاحب قناة كاشف الشبهات، وشرحت بالتفصيل عن أسباب تركي للمسيحية واعتناقي للإسلام، ودي كانت صدمة كبيرة للكنيسة وما كانوش متوقعين كده. ولما بدأت الحرب بعد كده بحرماني من أولادي، قررت أعمل قناة على اليوتيوب واشرح فيها للباحثين عن الحقيقة حاجات غايبة عنهم ما يعرفوهاش عن المسيحية، وبدأت أرد على الشبهات اللي بتلقى على الإسلام، فوضحت أكاذيب المنصرين أمثال زكريا بطرس ورشيد حمامي وغيرهم من المضلين، وآخرهم كان رحومة الحرامي الهارب من مصر علشان اختلاس أموال جامعة المنيا. ولما بدأت أفضحهم وأكشف كذبهم وتدلسهم على المسيحيين البسطاء، بدأوا نوع تاني من الحرب وهي تشويه السمعة، ولكن يشاء الله أن يفضحهم، وقدرت بفضل الله أحصل على تسجيلات بدينهم بالصوت والصورة، وسأستمر في فتحهم بإذن الله ما حييت. خلاصة القصة إن الموضوع ممنهج بيبدأ بإشاعة الاختطاف، فيبدأ المسلمين يطلعوا المستندات على إن الشخصية دي اعتنقت الإسلام، فيبدأوا يغيروا كلامهم ويقولوا انها اسلمت علشان علاقة عاطفية مع شخص مسلم، طبعا ده لإلهاء المسيحيين البسطاء عن معرفة العقيدة بتاعتهم، ويقولوا لهم ان الشخصية دي باعت مسيحها وانكرت مسيحها والكلام الخايب ده اللي بيضحكوا بيه عليهم. وموضوع اجبار الناس على اعتناق الاسلام مسألة مبالغ فيها جدا جدا، مفيش حد بيكره على الاسلام، واللي بيجي للاسلام بيجي بناء على رغبته، ورقة الإشهار دي مجرد وسيلة لاستخراج الأوراق الرسمية زي البطاقة الشخصية أو جواز السفر مثلا، لكن المعتنق للإسلام بيصبح مسلما شرعا بمجرد نطقه للشهادتين وأداء الفرائض الدينية المكلف بيها. وأنا كمسيحية سابقة وحاليا مسلمة والحمد لله اعتنقت الإسلام بكامل إرادتي، أتمنى أن أصدقائنا المسيحيين يفكروا بشكل موضوعي ويكون عندهم ثقافة الاختلاف، وإن كل واحد حر في طريقة عبادته لربنا، وفي النهاية ربنا هو اللي هيحاسب، لكن ما ينفعش نصدر أحكام على أي شخص يغير دينه على إنه فاسد ومشي وراء أهوائه، ولكن اسمع للشخص واعرف دوافعه اللي خليته يغير معتقده، ولو مش عايز تسمعه سيبه في حاله ما تفتريش عليه، وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.